هرجع تاني لنفس السؤال الاولاني، رؤيتك للترانسفير ماركت على مستوى السوق السعودي والدوري السعودي اللي يمكن غزا اوروبا، يعني كلمه غزا اوروبا بشكل احترافي كبير جدا جدا، وكان في اغراء مادي بشكل كبير جدا لبعض اللاعبين اللي استجابوا، كلهم لاعبين ليفل ايه، يعني بتتكلم على لاعبين كبار جدا، وكان الناس بتتكلم اصل السن وهيروح هناك يعني يلعب له سنتين ويبطل. لا، الامور وصلت ان لا، في لعيبه كمان على مستوى سن معتدل جدا طبعا. ساديو ماني يمكن انتقاله كمان للنادي الاهلي السعودي كانت لبعض الناس مفاجاه. فعايز اعرف رؤيتك ايه من سوق الانتقالات على مستوى الدوري السعودي. بص يا كابتن، الدوري السعودي حاليا هو الاكثر جذبا خلاص للنجوم في العالم. يمكن من المفاجآت انا خبر هقوله ان شركه اي اي العالميه، اي اي سبورتس طبعا بتاعت اللعبه الشهيره للعالم كله، امبارح بتضم الدوري السعودي. المؤتمر بتاعها في امستردام في هولندا، واللي بتعلن فيه كل سنه التطورات والتحديثات في اللعبه، بتعلن عن ضم الدوري السعودي يصبح احد الدوريات اللي مدرجه في اللعبه، واللي هيخش الشباب واولادنا يلعبوها وتبقى موجوده فيها. فده يدل ان ازاي الدوري ده بقى مصدر مهم جدا، مصدر جذب. اما اعرف ان في 37 شركه تسويق وبث عالميه تسعى للحصول على حقوق بس الدوري السعودي، ده رقم لازم اتوقف قدامه كتير جدا وافكر واشوف الناس دي بتشتغل ازاي، والدوري عندي مين بيشتريه ومين عايز يشتريه. عندنا مشكله كمان دلوقتي، دوري المحترفين السنه اللي جايه للاسف لسه عمليه التسويق ليه وعمليه يعني الاهتمام بيه على مستوى التسويق لسه ما وصلناش لحل كبير. ان اقيم يا كابتن، ان اقيم فعلا، ان اقيم يعني غالبا الفكره اللي كله دافع، وسمعنا الاصوات يعني مش عايز اتكلم في القصص دي، يعني التخبط اللي عندنا غالبا البطوله مش هتقام، يعني في خلافات كتيره ومش قادرين نوام، مع انها خطوه اولى كان لنظام احترافي جيد كما هو معمول به في معظم الدوريات الكبيره في العالم. نتمنى ان يتفعل الشكل دوت الممتاز به. خلي بالك برضو يعني حتى على مستوى التسويق، ما انت لما تجيب واحد وتقول له انا عايز اسوق الدوري ده كان المفروض شويه من بدري. وخلي بالك انت برضو العمليه التسويقيه هي ستيب باي ستيب، يعني لازم جدا المعلن ده هيشوف شكل الدوري طبعا، هيشوف امكانياته ايه، هخش بقيمه قد ايه. لكن كمان عشان قبليه خلاص بشهر او بشهرين تبدا تكلم المعلنين، لا هو الراجل ممكن يكون عنده شويه تحفظ، طب الشكل هيبقى ايه، طب العائد هيكون ايه، كلها الامور الحقيقه كانت لازم يعني تتحضر من بدري شويه. لكن خلينا في الجزئيه اللي اتكلم عليها صن، انت بتتكلم طبعا سوق الانتقالات في السعوديه رفض عمل طفره كبيره جدا جدا على مستوى الدوري السعودي السنه اللي جايه، وبعض الناس بتقول ان خلال سنوات قريبه هيكون الدوري السعودي من التوب 5 في العالم. لكن على مستوى بقى اللعيبه، يعني سوني النهارده قال انه لسه بيحلم انه البريمير ليج، رغم انه متواجد 7 سنين دلوقتي مع توتنهام، ما زال هو الحلم. عايز اكلمك على نقطه الشغف، شغف اللاعبين، يعني شغف اللاعبين يعني ايه. طبعا الدوري السعودي هيكون دوري قوي، ولكن لا يقارن اكيد بالدوريات الاوروبيه والبريمير ليج على مستوى تمثيل فرقته في دوري الابطال، على مستوى البطولات الاوروبيه. هل ممكن الماده تعوض كل دوت، بالرغم كمان ان هم بياخدوا فلوس كويسه قوي هناك في انديتهم؟ يعني فنقطه الجذب ايه بالنسبه، غير شايفها غير عمليه الفلوس، هل هي الماده فقط هي اللي بتجذب اللعيبه الاوروبيين للدوري السعودي؟ بص يا كابتن، اول حاجه وضعها وزاره الشباب والرياضه، وزاره الرياضه السعوديه، هي خطه طبعا الجذب بالمال حاليا اللي احنا شايفينها، ولكن كل اللعيبه دي اما اتكلمت لقوا بلان اللي احنا بنتكلم مشروع عنه. لقوا مشروع، لقوا بلان مهتم. حتى جيرارد لما اتكلم في المؤتمر الصحفي عجبني جدا، وقال ايه، قال انا لقيت مشروع كبير وخطه كامله للنهوض، ان الدوري ده يصبح من اهم دوريات العالم، واحنا هنسعى، يعني هو كلامه حتى بيقول احنا هنسعى عشان يبقى من اهم الدوريات في العالم. اذا الناس دي دلوقتي خلاص بتخطط على مستوى كل الانديه، وزاره الرياضه بتتفاوض بنفسها يا كابتن، مش النادي الاهلي راح يتفاوض، ولا الزمالك راح يتفاوض، ولا بيراميدز، لا وزاره الرياضه السعوديه بتتفاوض في خطه عاملينها، مشروع دوله تقدر تقول، مشروع دوله بالظبط. هم يسعوا لتكرار ما كان يعرف من كام سنه دوري النجوم، دوري نجوم قطر اللي اتعمل، وكان خطوه قويه جدا ان قطر تفوز بحق تنظيم كاس العالم طبعا اللي شفناها 2022 في اطار هدف السعوديه الاهم والاكبر من الحاجات دي كلها، وهو مونديال 2030. هي دي كلها خطه، ان انا العالم
كل السبوت بتاع العالم يبص عندي ويشوفني. يعني هم هيشتغلوا على الجزئيه دي لمده مشروع لمده 7 سنوات بالظبط للحصول على او اقناع العالم زي يمكن قطر بالامكانيات الكبيره اللي عندها بالبنيه التحتيه الكبيره. لكن انت بتتكلم كمان على ان خلال 5 سنين هيكون عنده دوري قوي، عنده لعيبه مميزه، وبالتالي يكون ملف كاس العالم في جزئيه من الواقعيه يعني. ملف مميز يا كابتن، وعاملين عاملين الشغل ده. المدينه الرياضيه، مدينه سلمان الرياضيه دلوقتي في الرياض، مدينه يعني بتكتب عنها كبريات الصحف العالميه، فيها كل حاجه، موفرين فيها كل حاجه. هو خلاص، هو حاليا بيشتغل ببلان زي ما قلنا ان انا عايز اخد كاس العالم. اول حاجه اخد بيها كاس العالم ان انا الفت انظار العالم للمملكه وللكوره والرياضه في المملكه. ده هيجي ازاي؟ ده هيجي ان انا اجتذب نجوم العالم الكبار كلهم ليا. كانت الخطوة الأولى والنجاح الكبير الحقيقة إن شافوه رونالدو. أنا بعتبر إن رونالدو هو البوابة، البوابة اللي فتحت كل ده. وخلي بالك كان ممكن جدا ده يكون حتى بلان إن احنا نجيب نجم سوبر ستار زي رونالدو، وبالتالي موجود، وبعد رونالدو نبدأ نجيب بعض اللعيبة، لأن خلاص يعني رونالدو موجود وممكن يجيبوا لعيبة كبير. على فكرة يعني بنتكلم على رياض محرز قريب قريب قوي دلوقتي كمان من النادي الأهلي السعودي. يعني رياض محرز قريب جدا من او اقترب كثيرا جدا جدا من نادي الاهلي السعودي. كان في بعض المفاوضات وتجديد عقده، او يعني اتعرض مبلغ كبير جدا جدا على طبعا رياض محرز للانتقال. ودي طبعا يعني بنتكلم على ستيفن جيرارد، لسه بنتكلم عليه دلوقتي في عدد او دخل افضل المدربين يعني حصولا على الاموال. طبعا بعد انتقاله للنادي الاتفاق السعودي اصبح المدرب الرابع على العالم. فانت بتتكلم على سوق، مش بس على سوق اللاعبين، بتتكلم على سوق سوق واسع جدا للمدربين الكبار، وكمان بيجذبوا طبعا اسماء كبيره جدا. انا سمعت أليجري كان اتعرض عليه، سمعت اسماء من المدربين مع أليجري وبيتكلموا مع مورينيو، وفي اسماء كبيره جدا بيتكلموا مع سباليتي على سبيل المثال، بيتكلموا مع شانو سباليتي. يعني هي خطه متكامله يا كابتن، خطه على صعيد اللاعبين، خطه على صعيد المدربين. زي ما قلت لحضرتك ان رونالدو فتح الباب. انا لما الاقي مثلا كابتن هاني بيقولوا لي في مثلا الدوري اليمني، سي الدوري جيبوتي، دوري اي حاجه، دوري مع الفارق طبعا الدوري السعودي، الدوري السعودي احد اقوى الدوريات في منطقه اسيا، ده من قبل النجوم ما ينتقلوا ليه طبعا. فلما انا اجي الاقي، انا بس انا بضرب مثالي ان انا عايز ابين مثلا، قالوا كابتن هاني رمزي راح درب هناك، خلاص انا فتحت الباب لنجوم ونجوم كبار تانيين ان انا بدا يبص ولا ويقول لك ده كابتن هنا اهو، طب ما انا اروح اجرب انا كمان، ده بيدرب في الدوله دي. ده حقيقي، هو يعني النظام انه بيجذبوا الناس يعني. برضو خلي بالك ده يعني دي كمان دراسه، ودي مش اي حد ممكن يعملها، بتبقى دراسات بلان يا كابتن متكامل. هنجيب 1 2 3 وبعديه 1 2 3 وبعدين هنفتح بالنسبه لسوق المدربين كمان. يعني عايز شغل وتحضير، ده اللي بتكلم عليه، تحضير. الموضوع مش بين يوم وليله يعني. زي ما بقول لحضرتك هم حتى حاطين الانديه الكبيره. احنا عندنا مين؟ عندنا النصر والاتحاد والاهلي، كام نادي هم محطوطين كده. لازم الانديه دي يبقى فيها كلها نجوم كبار. شفنا ان نيجولو كانتي وبنزيما وجوتا في الاتحاد، شفنا ان خاليدو كولوبالي وروبن نيفيز وسافيتش. سافيتش من اهم لاعبي لاتسيو ومن اهم ابرز لاعبي اوروبا الموسم ده. روبن نيفيز لعيب عالي جدا، وهو الصفقه الاعلى ب 55 مليون يورو اللي راح هناك في مع فريق الهلال. بشوف النصر بيضم بروزوفيتش اللاعب الافضل في بطوله دوري ابطال اوروبا. انا كمان مش بضم زي ما بيقولوا عواجيز الفرح، لا ده لعيب لسه، لا ده انا بجيب لعيبه نجوم حاليا. انا بجيب لعيبه نجوم ولعيبه اساسيه كلهم تقريبا اساسيين في منتخباتهم ومن اهم اللعيبه في منتخباتهم.